تعازينا لذوي الضحايا، تعازينا لكل العراقيين. حقيقة اليوم هو يوم نكبة ليس لذي قار وليس لذوي الضحايا، وإنما لكل من يملك ضمير إنساني. ما حدث في ذي قار هو يعني ليس جديد، حدث في كل أنحاء البلد، حدث حتى في نفس المستشفى هذا قبل حوالي سنتين نفس الحادثة. المشكلة الحوادث تجري في البلاد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات. الآن مدير الدفاع المدني يقول أنه المشكلة غير مجهز المستشفى بمنظومة إطفاء. من المسؤول عن التجهيز؟ هل المسؤول عن التجهيز هم الناس العاديين المرضى اللي لجأوا إلى هذه المستشفيات من المرض وبالتالي حتى يحترقون؟ المشكلة كان هناك إهمال، الإهمال ليس فقط من دائرة الصحة ذي قار وإنما من الوزارة ومن كل الوزارات، لأن نظام المحاسبة غير موجود في العراق بعد 2003، وبالتالي أن الوزارات أصبحت عبارة عن إقطاعيات لجهات سياسية، وبالتالي وزارتي ووزارتك وأنا أفعل ما أشاء في هذه الوزارة ولن يحاسبني أحد، لأنك أنت أيضا طليق في وزارتك وتفعل ما تشاء، فبالتالي كإنما هو قسمة مغانم ما بين لصوص، أنت تسكت وأنا أسكت، وبالتالي الذي يدفع الثمن هو المواطن الإنسان العادي العراقي الذي يقع في ذي قار أو في النجف أو في الحلة أو في كربلاء أو في بغداد أو في الرمادي وفي كل المحافظات العراقية. نعم دكتور، اسمح لي أن أرحب بك من جديد إلى نشرتنا الرئيسة، وشكرا على تلبية دعوة الحوار. تتحدث عن إهمال، تتحدث عن تقصير، هل هذا يؤشر حاجة ملحة في العراق لإعادة النظر بالسلسلة الإدارية أو الهرم الإداري في العراق على اعتبار أنه يعاني خلل هو الآخر انعكس على هذه الفاجعة؟ أنا اليوم أستغرب من خطاب السيد رئيس الوزراء بأن هناك خلل إداري في الدولة العراقية. الخلل الإداري في الدولة العراقية ليس وليد اليوم، الخلل الإداري وليد فترة زمنية. هذا النظام السياسي أشر خللا إداريا اندمج ما بين السياسة وما بين الإدارة في كل مناحي الحياة، في الطب، في السياسة، في التعليم العالي. الوزراء مسيسون والوزارات هي عبارة عن إقطاعيات للأحزاب السياسية. لا يتم الإتيان بالمهنيين، وإنما الذي يتم الإتيان بالذي لديه إمكانات وقدرات حزبية. فهناك خلل فعلا في الدولة العراقية، لكنه تأشيره يتم على حساب أرواح الناس وعلى حساب دمائهم وعلى حساب عوائلهم وعلى حساب رزقهم وعلى حساب حياتهم. الناصرية الآن منكوبة وربما غدا لا سامح الله ستنكب مدينة أخرى. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. للأسف دائرة الصحة ذي قار والوزارة تعرف أن الناصرية على سكانها 2,700,000 نسمة في كل محافظاتها نواحيها وقضيتها. مستشفى واحد بني بال1980 ولحد الآن لا يوجد أي مستشفى، وأتحدى أي جهة حكومية في الدولة العراقية أن تقول في الناصرية مستشفى. يتكلمون عن المستشفى التركي، هذا المستشفى من 2014 كان مفروض يسلم، الآن سلم على عجل وهو غير جاهز. وأنا أعتقد أنه حتى الحديث عن تسليم المستشفى التركي هو عبارة عن عملية ترقيعية، وندخل مرة أخرى أيضا في عملية الشو وعملية الاستعراضات. المستشفى غير جاهز، نقلونا الاستشارية الخاصة بمستشفى العام، الطريق غير مؤهل، الأجهزة لم يتم استلامها منذ 2014 ولحد الآن، وقبل فترة تقريبا حوالي شهرين جاء رئيس الوزراء وافتتح المستشفى ولحد الآن المستشفى معطل ولا يعمل بطاقته الكاملة. لم يتم التحضير لأي عمل في هذه المحافظة. المستشفيات في الأقضية، في سوق الشيوخ، في الشطرة، في الرفاعي، عبارة عن خرائب، خرائب والله العظيم خرائب يا أخي. ناهيك عن المستشفيات والمراكز الصحية في النواحي، يعني اللي احترقوا البارحة هم جايين من الشطرة ومن الرفاعي ومن الغراف ومن الدواية. يعني ما موجودة قضاء مثل الشطرة بهذا الحجم، 400,000 نسبة لا يوجد بها مستشفى. مستشفيات العزل بناها الناس بجهودهم خاصة تبرعوا بها وبنوها. للأسف وزارة الصحة الآن أصبحت يعني أحد الوزارات اللي هي من في مواجهة الخطر، لكنها لم تقم بمسؤولياتها ولم نلاحظ أي إصلاح جدي منذ سنة كاملة. والناصرية تعاني من هذه المشكلة ومؤشرة وأشرت هذه المشكلة، والناصرية ربما أكثر مدينة أشرت من خلال المظاهرات والمطالبات وتم تسليط الضوء عليها، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي. طيب كان الباب مقفل، سيارة إطفاء ما موجودة بكل المستشفى رغم أن المستشفى احترق 3 مرات سابقا. يعني اعتذر عن المقاطعة، ولكن يعني تؤكد دكتور نجم بأنه هذا الحادث ليس الأول من نوعه في العراق، يعني بالتالي لماذا لم يتم أخذ الدروس والعبر من الحوادث السابقة؟ أين المحاسبة؟ أين الإجراءات الوقائية لتلافي وقوع مثل هكذا حوادث؟
غياب نظام المحاسبة في الدولة العراقية بعد 2003، تشتت المسؤولية، لا أحد يتحمل مسؤولية، هم يأخذون امتيازات السلطة دون أن يتحملوا المسؤولية، السلطة تساوي المسؤولية في القانون يا جماعة، السلطة تساوي المسؤولية، هم يأخذون السلطة والامتيازات والأموال والكومشنات والعقود الموجودة في كل وزارة من الوزارات لكنهم لا يتحملون المسؤولية. المشكلة الأساسية ليس خلل في النظام الإداري وإنما خلل في النظام السياسي، لا إصلاح إداري بدون وجود إصلاح سياسي. طيب. والإصلاح السياسي غائب في الأفق البعيد للدولة العراقية. كلام جميل دكتور، تتحدث عن أن ذي قار خاوية الوفاض من المستشفيات والمراكز الصحية ومنذ سنوات طويلة، وما موجود إما شيد بدعم من الأهالي أو أنه متهالك. إلى هنا الصورة مأساوية، نعم، ولكن وضحت أو اتضحت. أين المنحة المالية التي قيل إنها رصدت لمحافظة ذي قار؟ على أين ستذهب؟ هل سنذهب إلى السبيس وترقيع الشوارع؟ وقلت بأن المستشفى التركي لا يوجد أصلا طريق يوصل الناس إليها. كيف سار موكب رئيس الوزراء إلى المستشفى؟ هل سلك الطرق الوعرة؟ وإذا كان الجواب نعم، ألم يلتفت ذو لب ليقول كيف يصل المواطن البسيط بعجلة مهترئة أو بستوتة إلى هذه المستشفى قبل أن أفتتحها؟ كلام يعني من المفترض أن يكون واقعي ويكون منطقي، يسأله كل إنسان. سيدي أنا لا أتكلم لك من باب التحليل ومن باب الأكاديمي، أنا بالأمس كان لدي أحد الأقارب طبيب موجود ونقلوا الاستشارية وذهبت إلى المستشفى والطريق أعرفه، الطريق كان مغلق والطريق الآخر اللي هو على ما يسمى بالسدة الترابية كان طريق سايد واحد وعبور السيارات كان بأمر صعب جدا، لا أعرف كيف افتتحوا مستشفى بهذا الحجم والمستشفى ليس له طريق. بنفس الوقت يطرحون مناقصة لتشييد مطار في الناصرية بقيمة 370 مليون دولار. يعني هذه الأولويات يعني غريبة، يعني غريبة في مدينة تأكد لا يوجد بها مستشفى منذ العام 1980 أسسته شركة توشيبا اليابانية اللي هو المستشفى العام. هذا المستشفى عندما كان على سكان الناصرية ربما 20% من العدد الحالي، الآن ليس فقط الناصرية وإنما كل الأقضية الكبيرة تأتي إلى محافظة ذي قار. مستشفى ولادة ما عدنا بنى بال84 وهو عبارة عن سندويش بنر أيضا، وهو ممكن مرشح أن يكون كارثة جديدة، لا أحد يسمع للأسف. حتى عندما تنتقد انتقاد إداري للخدمات يعتبر هذا الانتقاد انتقاد سياسي ويسيس. للأسف وصفنا بأشد الأوصاف وأقدع الأوصاف وشنت حملة على شبابنا بدون مبرر، رغم أنه إحنا في الناصرية قدمنا لهم على طبق من ذهب المشاكل وشخصنا المشاكل من خلال الإيضاحات، من خلال المظاهرات، من خلال الاختناقات. للأسف الناصرية تعاني معاناة شديدة وهذا حال كل مدن العراق، لكنه في الناصرية القضية أكبر لأنه المدينة على سكانها كبير، الموارد محدودة، لا توجد منحة مالية. البرلمان أقر بأن محافظة ذي قار هي المحافظة الوحيدة في العراق اللي هي محافظة منكوبة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الاتجاه لتخفيف هذه النكبة، مجرد وعود ومجرد كلمات وبعد أسبوع ربما ينتهي الموضوع وينسى الضحايا وتنسى المشكلة ونبدأ نتحدث عن مشكلة أخرى في محافظة أخرى أو ربما في محافظة ذي قار، والضحية ربما هو أنا وأنت وأخي وأخيك، وبالنهاية ذولا هم أخوتنا. العائلة التي نكبت بسبعة يعني صديقي هو معاون عميد كلية الصيدلة دكتور علاء الجعفري والعائلة الأخرى اللي بالشطرة كلهم أهلنا، إحنا واحد يعرف الثاني، إحنا علاقاتنا الاجتماعية قوية، ليس من بين الضحايا من هو شخص غريب، كلهم من أبناء المحافظة وواحد يعرف الآخر. للأسف اللي كان موجود البارحة بالمستشفى عبارة عن عملية فوضى. يا أخي كيف تغلق المستشفى؟ الباب المستشفى حولته إلى سجن، مجرد الباب الرئيسي اشتعلت فيه النار الباب الآخر مقفل لم يستطع أحد الدخول. هذا اللي زاد عدد الضحايا، سيارة إطفاء غير موجودة، منظومة الإطفاء غير موجودة، المادة المكون منها هي سندويش بنر وخشب، الخشب احترق تحت أرجل الناس، سقطوا الناس في حفر وبالتالي الكهرباء انطفأت، تعقدت القضية بشكل كبير جدا. أنا لا أعرف وين المهندسين، وين اللي فتحوا مركز العزل وافتخروا به، وين اللي قالوا هذا مركز العزل ممكن أن يقدم؟ تعرف أنت مركز العزل هذا هدية من العتبة الحسينية، يعني ليس من وزارة الصحة، العتبة قامت بما عليها من خدمة، مفروض دائرة الصحة على الأقل تتخذ الإجراءات. وكلنا يعرف يا سيدي وزارة الصحة طلبت في بداية الجائحة 320 مليون دولار
ورئيس الوزراء شخصيا قال دققت هاي الحسابات هو وزير الماليه كان المبلغ 40 مليون وبعدين اقروا 320 مليون للوزاره، لان 320 مليون ما اكو كشف حساب ما الذي تم انجازه في المحافظات. انا لا اقصد في الناصريه، عندنا مستشفى في النجف معطل، عندنا مستشفى في الحله معطل، عندنا مستشفيات في الديوان طيب. نفس المشكله بالديوانيه وبالحله وبالناصريه وبغداد. دكتور انت تطالب بمهندسين وتطالب بان يتم متابعه المراكز التي افتتحت، هم مو زين جابوا شريط وورقتين ثلاثه وشكليت حتى يقولون هذا انجاز. شكرا جزيلا لك الدكتور نجم الغزي استاذ العلوم السياسيه ورحم الله شهداء العراق.